لقد كونتم أفكارا عن أصحاب الأعراف، ففي النهاية هناك عمل ما يمنعهم من دخول الجنة. لا وجود لمثل هذا. الأعراف هي مكان مؤقت حيث تتم محاسبة المسلمين، إنها تشكل هاجسا لبعض الأشخاص، من الممكن أن نمكث فيها ثوان قليلة لا أكثر. هناك ملائكة في الأعراف يتعرفون على الأشخاص بنواصيهم ووجوههم. على الأغلب هو مكان مزخرف وجميل. يتخيل بعض الناس أن الأعراف مكان به أبراج مراقبة عليها حراس. لا، هذا غير صحيح. لا أحد يخلد في المنتصف. لا يوجد مثل هذا النظام في السماء في الحياة الآخرة، إما الجنة أو النار، كما يجب أن يثق الناس في الله. بعض الناس لديهم نظرة سلبية تجاه الخالق، فهم يعتقدون بأشياء غريبة مثل أن الله يريد بهم العذاب. هذا غير صحيح، فالله لديه الحكمة كلها، إنهم يصدرون أحكاما على الله بالرحمة التي منحهم إياها.